الرابعة عصرا، خدمة إخبارية جديدة من دريم، أهلا بكم. التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم على هامش مشاركته بالقمة العالمية للحكومات في دبي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتطورات العلاقات الثنائية المصرية الإماراتية، إضافة إلى جهود دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. هذا واستقبل اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي على هامش مشاركته في الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات المنعقدة حاليا بدبي. وأشار إسماعيل إلى جهود الحكومة المصرية في تحقيق إصلاح داخلي وجذب الاستثمار، ومن ناحيته شدد شواب على تطلع المنتدى إلى التعاون مع مصر في مختلف القطاعات وتقديم كافة الخبرات والاستشارات. كانت القمة العالمية للحكومات قد بدأت صباح اليوم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة أكثر من 125 دولة حول العالم. وتشهد فعاليات القمة حواراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس وزراء وحاكم إمارة دبي ومتابعيه حول رؤيته لمستقبل الحكومات ومستقبل القطاعات التعليمية والصحية ومدن المستقبل. كما ألقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما كلمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. التقى الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين لا سيما في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب. وكان الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة استقبل نظيره الإماراتي، وتباحث الجانبان الجهود المشتركة استراتيجيا بين البلدين. دوليا، أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودية اعترضت فجر اليوم صاروخا باليستيا تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه منطقة عسير جنوب المملكة، حيث تم تدميره في الجو بدون أي أضرار. وذكر بيان لقيادة التحالف العربي أن القوات الجوية قد بادرت في الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ الذي تم تحديد موقعه داخل الأراضي اليمنية. قتل 3 جنود أفغان وأصيب 18 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلة تابعة للجيش، وذلك بالقرب من قاعدتهم شمال البلاد. ومن جانبها أعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد مسؤوليتها عن الحادث. أوضح مكتب منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بوباء فيروس زيكا في أي من بلدان المنطقة حتى الوقت الحاضر، مع التأكيد على أن هذا لا يعني أن الإقليم في مأمن من المرض، لا سيما أن بعوضة الزاعجة المصرية الذي ينقل الفيروس ينتشر في كثير من بلدان المنطقة. وفي بيان قال المدير الإقليمي للمنطقة علاء العلوان إنهم يعملون بشكل وثيق مع وزارات الصحة في المنطقة للحد من تجمعات البعوض وتعزيز إجراءات رصد المرض لتحديد أي حالة يشتبه بها بالإصابة بالمرض بأسرع وقت ممكن. رياضيا، مع مباراة القمة، حيث أعلنت مديرية أمن الإسكندرية عن الانتهاء من خطة تأمين مباراة ناديي الأهلي والزمالك والتي ستقام مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب. وتتضمن الخطة تكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد ومنع أي شخص من افتراش الطريق العام، مع التشديد على ألا يسمح بدخول أي شخص لحضور المباراة غير المصرح لهم، وذلك وفقا للكشوف الواردة من اتحاد الكرة والتي تضم ممثلي الفريقين والإعلاميين والصحفيين. نهاية خدمتنا هذه، في أمان الله.